من أنبائنا الرياضية، تبارى فريقا السيب وصحار لكرة القدم في لقاء حبي أقيم على أرض نادي صحار أول أمس. تواصل فرق نادي السيب للأشبال مباريات الدوري التي بدأتها إثر انتهاء الامتحانات حتى توفر للشباب فرص النشاط الرياضي المتصل. وتصور هذه اللقطات المباراة التي أقيمت بين فريقي البحري والقادسية ضمن مباريات هذه الدورة، ويرتدي لاعب فريق البحري الفانيلة ذات اللونين الأزرق والبرتغالي، أما فريق القادسية فكان لاعبوه يرتدي الفانيلة الزرقاء. متى تأسس نادي عمان الرياضي؟ لقد تأسس نادي عمان في الحقيقة في أوائل الأربعينات، حيث كان اسمه نادي الشبيبة، وقد بني من تبرع الشباب وبسواعدهم في ذلك الوقت، ومن ثم أخذ نادي عمان اسم نادي مقبول. أعتقد ما أجمل أن يحمل النادي اسم بلدنا الحبيب. طبعا. ما هي الأنشطة الرياضية التي تمارس في نادي عمان الرياضي؟ في نادي عمان تمارس الألعاب الآتية والأنشطة الآتية، وهي كرة القدم، كرة الهوكي، الكرة الطائرة، السباحة، كرة الطاولة، كرة التنس الأرضي، وكذلك كرة الاسكواش أو لعبة الاسكواش. ممكن إعطاء المشاهدين الكرام فكرة عن فريق عمان القومي بصفة خاصة والدورة بشكل عام؟ مسؤول عن الشؤون الرياضية في المدرسة، وفي نفس الوقت بعطي محاضرات. نحييكم مرة أخرى ونترككم على موعد مع لقاء جديد من برنامج الرياضة والشباب.